أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بكم مع الفيديو الأخير من فيديوهات شرح قواعد مادة اللغة الفرنسية. وفي الفيديو ده هندرس مع بعض كل القواعد المتبقية من المنهج إن شاء الله، وهنبدأ على طول بأول قاعدة معانا وهي قاعدة زمن الماضي المركب. زمن الماضي المركب لو باسي كومبوزي، علشان تفهمه كويس لازم ترجع للغة الإنجليزية. في اللغة الإنجليزية قاعدة شبيهة بالماضي المركب وهي زمن الماضي التام. الماضي التام اللي هو بيتكون من had زائد التصريف الثالث. يعني مثلا تقول باللغة الإنجليزية I had written the book. أنا كتبت الكتاب. I had written. I had eaten. I had eaten يعني أنا أكلت. I had played أنا لعبت. زمن الماضي التام في اللغة الإنجليزية بيتكون من كلمتين had وهي الفعل المساعد زائد التصريف الثالث للفعل had والتصريف الثالث للفعل. وزمن الماضي التام بتستخدمه لما بتتحدث عن شيء حصل في الماضي. نفس الفكرة في اللغة الفرنسية، زمن الماضي المركب بتستخدمه لما بتتكلم عن شيء حصل في الماضي، في زمن الماضي. أما تكوين زمن الماضي المركب فهو نفس الشبه تقريبا بالنسبة لزمن الماضي التام في اللغة الإنجليزية. فزمن الماضي المركب بيتكون من كلمتين، تصريف الفعل être أو avoir. تصريف الفعل être أو avoir في زمن المضارع. تصريف الفعل être أو avoir في زمن المضارع زائد اسم المفعول. زائد اسم المفعول، واسم المفعول ده هو يعادل في اللغة الإنجليزية التصريف الثالث للفعل. فنعيد من الأول، المعادلة أو الفورمولا اللي احنا هنمشي عليها هي كلمة، هي تصريف الفعل être أو avoir في زمن المضارع زائد اسم المفعول. لما تنفذ المعادلة دي يبقى انت كده ماشي في زمن الماضي المركب. طيب هنا يجي سؤال، امتى استخدم الفعل être وامتى استخدم الفعل avoir؟ ببساطة شديدة جدا حددنا لك 14 فعل تستخدم معهم الفعل المساعد être. 14 فعل تستخدم معهم الفعل المساعد être. هنقراهم مع بعض دلوقتي. entrer arriver aller monter naître partir sortir venir descendre mourir retourner, retourner, passer, rester, tomber, rentrer, revenir. ودول هم 14 فعل بتستخدم معهم المساعد être. في حاجات تاني بستخدم معها المساعد être؟ الأفعال ذات الضميرين. الأفعال ذات الضميرين بستخدم معها المساعد إتخ لما بتكلم في زمن الماضي المركب. ناخد أمثلة على الأفعال ذات الضميرين: se lever, s'amuser, se promener. أما باقي الأفعال فنستخدم معها المساعد avoir. يبقى نعيد من الأول، زمن الماضي المركب يتكون من تصريف الفعل être أو avoir زائد اسم المفعول. être أو avoir زائد اسم المفعول. عرفنا إن être بيأتي مع الـ14 فعل زائد الأفعال ذات الضميرين، وباقي الأفعال تأخذ المساعد avoir. طيب ده بالنسبة للمساعد être أو avoir. أما اسم المفعول، كيف نستخرج اسم المفعول اللي هو باللغة الإنجليزية يعني التصريف الثالث للفعل؟ إزاي نعمله؟
قال لك عندك ثلاث شروط. الشرط الاول لو كان الفعل اللي انت بتستخدمه في الماضي المركب من المجموعه الاولى، يعني اخره اغ، انت بتحذف الاغ وتحط عليها اكسون. تاني، لو كان الفعل اللي انت بتستخدمه في الماضي المركب من المجموعه الاولى، انت بتحذف النهايه اغ وتضيف حرف عليه اكسون. مثال parler، بتحذف الاغ يتحول الى parler، وكده انت استخرجت من الفعل اسم المفعول. طيب لو كان الفعل من المجموعه الثانيه يعني اخره اي اغ، يعني اخره اي اغ، بتعمل ايه؟ بتحذف حرف الاغ فقط وتبقي على حرف الاي زي ما هو. مثال فينيغ فيني، وهكذا. اما لو كان الفعل في المجموعه الثالثه، فالافعال بتاعت المجموعه الثالثه ليها اكثر من طريقه لاستخراج اسم المفعول منها، فانت ممكن مع المذاكره ومع الحفظ انك تعرف اسم المفعول من اي فعل في المجموعه الثالثه بسهوله عن طريق الحفظ. وهتظهر قدامك على الشاشه دلوقتي افعال المجموعه الثالثه واسم المفعول بتاع كل فعل. ذاكر الافعال دي كويس لانها هامه جدا. ودلوقتي هندرس مع بعض أهم جزء في زمن الماضي المركب، وهو التبعية لاسم المفعول. خلي بالكوا التبعية لاسم المفعول عاملة مشكلة لكتير جدا من الطلبة، مع إن الموضوع سهل جدا لو ركزت معايا شوية صغيرة. الفكرة هي إنك بتعمل تبعية، يعني بتخلي حاجة شبه حاجة. نوضح بمثال في اللغة العربية، لما تقول رجل كبير، رجل كبير، هل ينفع اني اقول رجل كبيرة؟ طبعا لا. رجل كبيران؟ طبعا لا. رجل كبار؟ طبعا لا. اذا كلمة كبير هي صفة تتبع الموصوف اللي هو الرجل، تمام. وكذلك الحال بالنسبة لاسم المفعول. قال لك لو كان المساعد او الفعل المساعد هو الفعل ادخل، يبقى تنظر الى الفاعل تشوف الفاعل بتاعك ده. لو كان الفاعل مفرد مؤنث، يبقى تحط حرف ا للتأنيث في نهاية اسم المفعول، زي بالظبط لما بقول في العربي هي خرجت. ينفع اقول هي خرج؟ نو. لا، انا بقول هي خرجت، وضعت حرف التاء في نهاية الفعل. نفس الفكرة لو كان المساعد بتاعك اتخ، تضع حرف ا للتأنيث لو كان الفاعل مؤنث. ناخد مثال الي سورتي، الي سورتي يعني هي خرجت، الي سورتي. تلاحظ هنا ان المساعد هو اتخ واسم المفعول هو سورتي وحرف الاو جاء للتأنيث للتبعية للفاعل. دكا؟ طيب لو كان الفاعل جمع مؤنث، يعني بدل هي تصبح هن، هنعمل ايه؟ هنعمل تبعية ازاي؟ برضو لو كان المساعد هو ادخ، نضيف تبعية لاسم المفعول ا تأنيث واس جمع، ا تأنيث واس جمع. ناخد مثال باللغة العربية، هن خرجنا. ما ينفعش اقول هن خرجت، غلط. ناخد مثال بقى باللغة الفرنسية، elles sont sorties، elles sont sorties يعني هن خرجنا. تلاحظ هنا ان المساعد هو être واسم المفعول sorties، واضيف على كلمة sorties e تأنيث واس جمع، لأن المساعد إدخ والفاعل جمع مؤنث.
طيب لو كان الفاعل هو جمع مذكر، لو كان الفاعل هو جمع مذكر أضيف مين لاسم المفعول؟ هضيف حرف الإس فقط. فمثلا أقول هم خرجوا، ما ينفعش أقول هم خرج، لا. طيب باللغة الفرنسية ils sont sortis، ils sont sortis، بتلاحظ اسم المفعول. تلاحظ معايا المساعد هو être واسم المفعول سورتي، وأضيف لسورتي حرف الإس للجمع المذكر لأن الفاعل هو إل أفيك إس للمذكر. وده بالنسبة للتبعية لو كان الفعل المساعد هو إتخ. أما لو كان الفعل المساعد هو أفواغ فاسم المفعول يأخذ تبعية في حالات معينة فقط. يعني لو كانت الجملة تحتوي على لا أو لي أو الأبوستروف تعود على لا، ساعتها نحط تبعية لاسم المفعول. نوضح بمثال: J'ai écrit la lettre et je l'ai envoyée. J'ai écrit la lettre. J'ai écrit la lettre et je l'ai envoyée. يعني أنا كتبت الخطاب وأرسلته. هنا ايه اللي حصل؟ الجملة الأولى j'ai écrit la lettre، je l'ai envoyé، أنا أرسلته. خلي بالك هنا في الابوستروف قبل الفعل المساعد، الابوستروف دي هي ضمير مفعول يعود على الخطاب اللي جاء ذكره في نصف الجملة الأول. طبعا الخطاب مؤنث فأنا استخدمت ضمير مفعول بداله الابوستروف، بس تعود على الخطاب اللي هي أصلا هتكون لا. طالما انا استخدمت الا بوستخف اللي هي بتعود على لا، ساعتها يجب عليا اني احط تبعية لاسم المفعول. تبعية لمين؟ تبعية للخطاب اللي انا بتكلم عنه. طالما الخطاب مؤنث يبقى هحط تأنيث لاسم المفعول. لاحظ معايا كلمة انفويي اخرها تأنيث. نشرحها كمان مرة، بنقول ان لو كانت الجملة الباسي كومبوزي اللي فيها الفعل افواغ، الفعل المساعد افواغ، هذه الجملة لو كانت تحتوي على لا او لي او الابوستروف تعود على لا، لو لقيت واحدة من التلاتة دول على طول احط تبعية لاسم المفعول الموجود في الجملة. مثال: j'ai écrit la lettre et je l'ai envoyé، أنا أرسلته. هنا إيه الفكرة؟ الجملة الباسي كومبوزي الثانية تحتوي على الأبوستروف تعود على لا. طب كلمة لا نفسها بدل من مين؟ بدلا من كلمة لا لعدم تكرار المفعول. طيب هنا الجملة فيها الأبوستروف تعود على لا، فيجب علي إني أحط حرف تأنيث كتبعية لاسم المفعول لأني لقيت شرط من الشروط اللي هو الأبوستخف. الحالة الثانية لاستخدام التبعية في وجود الفعل أفواه هو استخدام واحدة من الكلمات الآتية: كل مفرد مؤنث، وكل جمع مؤنث، وكل جمع مذكر، وكومبيان دو. ناخد مثال: Combien de romans avez-vous écrit؟ Combien de romans avez-vous écrit؟ هنا تلاحظ ان السؤال ده في زمن الماضي المركب. التركيبة بتاع زمن الماضي المركب هي avez-vous écrit. انا مستخدم هنا الفعل avoir كفعل مساعد، ولكن في السؤال كلمة combien de. كلمة combien de بتقول لك خلي بالك حط تبعية لاسم المفعول. طيب أنا هنا بتكلم عن مين في السؤال؟ بتكلم عن الروايات. الروايات هي جمع مذكر، أحط حرف إس لاسم المفعول علشان يبقى جمع مذكر. فعشان كده